ذلك المسالك الصعبه بالرجلي. عندهم واحد الدويره هنايا اكبرات الدنيا بلا قرار. ولات مدينه هنايا شحال ما جيت هنا. ولات مدينه. شوف بلايه مضخمه مدرقه. شي داخله شتي كيفاش قلت لك انا داخله. زوينه. من هنا يبان هذاك الظل اللي هي على منظرات سنين هذه ما جاش ما كانش حتى الطريق بحال هكا. زاد البني هنا بزاف. عاد زاد البني بزاف 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 ماشي غير شويه. يا تا في الصيف ما كان كيعرف حد دابا ولات معروف. لا ولات معروف هو البلاصه. فيها الحجر مزيان؟ لا فيها الحجر اخي. دابا انا قريب الوقيته غنبقى نمشي على الميتراكاز. ميتراكاز؟ الريسه ديالي بالليل. بالليل اسي ادريس. بالليل. هذاك هي ما عرفتش اخويا اللي في الجبل. غاتكون مرمية. غاتكون معسكر. انت من ذاك الجبل بغيتي تهبط لديك البلاصه راه ما نقدر انا نهبط معاك من تما. حرفيا شويه ديال الطريق العسكري حرفيا العكرة عكر شويه عكر الماء ديال الواد راه واد المرسى هذيك الشتا اللي طاحت راه دخلات راه مزيانه مدخل الشاطئ هذا مدخل الشاطئ دخل الشاطئ ولا دخل معنا خويا شنو الشاطئ راه قريب هنا فين غيوصل غدا في العشية؟ عاد
اجي غديروا معاه في هذا الويل ها ولا تجمع كل شيء هذه هاي غتديها باقي خصنا الخنشات نمشي نجيب نمشي نجيب لك من حاجة ما عندك ما تسالوا الشباب لا لا باش الله يعطيك العز الله يكرمك بارك الله باش حقصوا حقصوا المده باش مصيبه مينيموم 100 عام
العالمي بلا وانتيز ماشي انا فقط ضروري وانتيز صاحبي راه تما الدنيا حاجه وانتيز ماشي وانتيز انا تيجي وانتيز جميل نعم با واش واش تقطع عليكم الضو في خطره لا برك عليه مزيان اول مره كانت فاتحوا في الصيد الرياضي الشاطئ على هذا الشاطئ الجميل في واد المرسى وان كان لا ود اننا بالمناسبه نصفقوا على السي حاتم العمراني لان يحترف انه باش غادي يجيو حنا اليوم تحيه خاصه ليه وتحيه كذلك للساكنه ديال المنطقه اليوم هو كنقولوا باكورات ديال المسابقات او انطلاق المسابقة الموسم ديال الصيد الرياضي 2024-2025 وأحسن مناسبة هو أننا غيرنا شوية المكان فتحنا على شاطئ آخر وكذلك غادي تكون الدورة الأولى للبطولة المحلية لجمعية تنجيش للصيد الرياضي والمناسبة كذلك هو انضمام جمعية ابن بطوطة للصيد الرياضي تصفيقات على جمعية ابن بطوطة لشخص السي فهيد العالمي لأن إضافة نوعية ماشي غير للصيد الرياضي كذلك للجامعة المغربية للصيد الرياضي البحري وكذلك عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة ومرة أخرى سعيد أنني باش نكون معكم في هذا النشاط كيزاد الجمال ديالو لأن حنا اليوم في واحد الليلة جميلة كنشوفوها من الرياح ولكن أعتقد جمال الطبيعة وجمال الشاطئ وعلي المياه وعلي البحر أعتقد واحد الشيء جميل نذكر بأن هذا التظاهرة اللي كتنظم في شاطئ واد المرسى كتنظم كذلك تحت شعار جميعا من أجل نظافة شواطئنا وهذا هو الدور ديالنا والدور ديال الجميع فيما يخص حماية البيئة البحرية ولا سيما كنقولوا الشاطئ من الرمل إلى حتنا ومشكورين كذلك كارديزان اللي قاموا بواحد المجهود كبير وكنشوفوا هذا المنصة ولكن أنا كنقول اليوم سي محمد منصة فول دي همشي اش دي تحية خاصة للإخوة اللي وتحية كذلك للإعلاميين ديالنا الزملاء لا حمزة بويي ولا عثمان مصباح وما نساوش واحد التحية خاصة لجماعة ثلاثة تغرنت والسلطات اللي يمكن أول مرة كنشوف واحد النوع ديال السلطات اللي منفتحين بواحد الطريقة جميلة وجميلة جدا ونتمناو أن دائما نتلاقاو نفس المعاملة فيما مشينا وغادي نمشيو مباشرة باش نربحو شوية الوقت وباقي إن شاء الله نذكر بأن غادي نعملوا واحد اللايف مع أحد نخلي الأسماء من بعد
لان غادي نتكلموا على نوستالجيا ديال هذا الشاطئ، البدايات ديال الشاطئ ومنتاخا كيفاش كانت الصيد، غادي نقليوها بعد صلاه العشاء ان شاء الله. ولكن غادي نعطينا السي مصعب العمراني، هو جا في الطونوبيل ولكن كنحس به كيلهت. واش جيتي على رجلك ولا شتي؟ عيان شويه صافي سي راشد. عطينا خيلا قربنا كيفاش غادي تكون عمليه القرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نرحب بجميع الاخوان المشاركين، الاخوان اللي مساهمين في هذه المسابقه. بالنسبه لعندي واحد الشرح الطريقه اللي غتكون فيها القرعه ديال الاماكن. كيف ما نتوما عارفين يعني كاين ثلاثه ديال لي سيكتور، سيكتور ا سيكتور بي وسيكتور سي، مشاركه من جمعيه تنجيس 16 بينوم، ومشاركين خمسه ديال بينوم من جمعيه ابن بطوطه للصيد الرياضي. باش نتفاداو باش يكونوا اكثر من ثلاثه ديال لي بينوم من جمعيه ابن بطوطه في كل سيكتور، غادي يعني غادي نقوموا بواحد القرعه باش نعرفوا كل بينوم شمن سيكتور طاح، من بعد غادي نعرفوا البوست ديالو في ديك السيكتور. وباش نبداو القرعه يعني نستدعيو الاخ يونس الخضراوي رئيس لجنه الحكام. الى خير يونس زيد. بالنسبه لاول بينوم عندنا في جمعيه نادي ابير، جمعيه ابن بطوطه للصيد الرياضي، سعيد العلم وعمر العلم. يعني باش نعرفوا اولا نعرفوا شمن سيكتور غيكون فيه، من بعد نعرفوا ديك البوست اللي غادي يلعب فيها في ديك السيكتور. تفضل اخي يوسف. الجمعيه ديال بطوطه خلي الرئيس يقول الشارع حالو. تصفيقات على الحاج العالمي. سعيد العلم عمر العلم سيكتور السي. سير الحاج. سيسة. سعيد العلم عمر العلم في السي ستة. بعد غادي نمروا البينوم الثاني بنفس الجمعية الحاج فريد العالمي جهاد بن مسعود. سيكتور سي. سير الحاج. هذاك صافي حي. لا هذه ا. لا لا لا. سيكتور سي. سي ثلاثة. فريد العالمي جهاد بن مسعود سي ثلاثة. نمر بينهم ثالث نفس الجمعية نزه عدول محمد عدول. سيكتور بي. نزه عدول محمد عدول سيكتور بي. بي ثلاثة. نزيه عدول محمد عدول بي ثلاثة. نمرهم بينهم تالي حسن لوديلي مصطفى الجزير سيكتور بي. أشرف عبد الدايم محمد علوان خمسة، وسي عبد الرحمن حجاج كذلك سي محمد الحسني الرئيس السي سبعة. نذكر هو الحضور الكريم بأن والإخوة اللي كيتابعونا كذلك على المباشر، لأن نحاول أننا نكون إن شاء الله
ل 8 ونص هنا على اساس ان يكون انطلاقه ويكون النشيد الوطني كبروتوكول ديال الانطلاق، ولكن باش يكون كذلك. وبالنسبه للاخوان ان المباراه تمنى الحد الاوفر للجميع، ودائما لان اللي في المسابقات ديالنا هي هذيك الروح الرياضيه العاليه، هي تلاحم الجميع، وهي الرسائل اللي كيمكن يقدموها هو الصيد الرياضي سواء جمعيه تنجيس والجمعيات المشاركه وكذلك الجامعه المغربيه للصيد الرياضي البحري وجمع الحاضرين. مره اخرى كنشكروا السي حاتم العمراني، كنشكروا الاخوه اللي شاركوا معنا، كنشكروا جماعه ثلاثه التغران والسلطات الاخوان السلطات والقوات المساعده وكذلك الاخوان الاخرين المتواجدين هنا اللي قدموا لنا يد المساعده، واي واحد قدم المساعده ما نساوش كذلك الشباب اللي عملوا لنا المنصه، ولكن ما نساوش كذلك فايزن داعمنا التظاهره. ولكن بغيت انكم نتمنى لكم ليله سعيده ان شاء الله، وغادي ان شاء الله غادي نعملوا واحد اللايف مباشره بعد نمشي نصليوا العشاء، وغادي نعملوا واحد اللايف مع السي الحساني او جالس معنا السي عبد الرحمن الحاج حول النوستالجيا هذا الشاطئ هذا ان شاء الله مره اخرى. بالتوفيق للجميع والاخوه اللي كيشوفونا. شكرا حمزه، شكرا مصعب، شكرا عثمان كذلك، تحيه للجميع. صاحب العمدة والله إذا تقدر تشوف اللي حداك كلشي كتقشر على البيبان. صح ديالكم زوربي هذا الحجة ما باقا تجيب له، قالت لي ديك الشيء اللي عملت له علاش شنو نجيب له خبز خبزة مع البيضة. والله إلا لا عمرك عليك الحجة قسما بالله. عيني مريضة. عندي مريضة في عبد الله. وما ضل الصحراء. ها؟ وما ضل الصحراء. خلي اسمع مثل كل واحد يجيب كرسي ديالو. Thank you.
الدلال اخوان باقي كنسالكم واحد التصفيقه على ثلاثه ديال الناس، ثلاثه الاشخاص اللي انضموا معنا المسابقه غيشاركوا بطريقه شرفيه. سي عبد الرحمن الحجاج تصفيقات حرام، الشاب سمو محمد اللي غادي يمثل فئه الشباب والمستقبل حتى هو كذلك اللي حضر معنا، والا تاخذ يدك يا سي الهشوه كنسم محمد سي الهشوه مقصصه تحيه للجميع وبالتوفيق ان شاء الله. وحنا مازال سي عبد الرحيم في الوعد اللي قلنا الله يوفق. شي تقاصص ولا لا والو ربيع قهرنا فاوزين عليها في الشهر فاوزين عليها في الشهر الله يعاون. الله يسعدك الله عليك كي دايرها بس الله يبارك فيك بارك الله فيك انا معاكم مزيان الله يبارك فيك الله يبارك فيك انا معاكم كيف دايرنا كل شيء مزيان لاباس الحمد لله. شنو من رقم جيت ولا اليوم ما شاركتش؟ لا لا ما شاركتش واخا في الخير وعيب جيت نصور صافي جيتي تصور زرتي بعد احسن حاجه الله يرحم والديك. شكون اللي معاك يا محمد؟ شكون اللي معاك؟ نعم شكون اللي معاك؟ الداوي السلام عليكم.
اخطر بينو الشباب اخطر بينو الشباب والشيوخ كريم ادريس فك الله عليك ايش مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك الله يجزاك طلع السي ادريس حس بس اللي شاف يحس حسو يحس بارك الله على السي ادريس مازال ديال ناصر سي سعيد هو متخشع ادريس نحن في اطار تركيب خدعه ما عرفش ماريو وقيل هذا الجاي ديالو علينا الماكله ماشي مشكل ايوا صافي كان فيصه ديالها لا هنايا كلشي طالع ايوا سيف لي علينا لا بغيت هادشي شيري سيف لي علينا وقيل بحر احمر صافي هذا جاي ديالو لا مازال بيا ولا بيه لا صافي الميزان والميزان بين بحال الحوت انا ماشي شغلي حاج دكتور دكتور اشوف فينا ما تعطينا والو تبارك الله على بدريس اشوف نصور نخرجوك الجوب سمير الله يعاون الله يسهل الامور جيتي الجن كاين شويه ضربه
هنا كاين الحجر المقيله ولا قيلة شباب الحومه عندي ما نشاركوا الله ينجحكم سي محمد لاباس عليك صحه لاباس كلشي بخير يمكننا تعرفنا بهذه التظاهره ديال اليوم ان شاء الله ودباس اولا كنشكروك على المواكبه ديالك للصيد الرياضي من خلال القناه ديالك الحمد لله على عرفتي بالصيد الرياضي وعرفتي بالتقنيات ديالو هذا واحد الانجاز كبير خصنا نشكرك عليه بالنسبه لهذ المسابقه هي الجوله الاولى من هذه البطوله الداخليه للجمعيه تحت اشراف الجامعه المغربيه للصيد الرياضي وبالاستضافه ديال الجمعيه جمعيه ابن بطوطه هذه المسابقه كتندرج في اطار البطوله هي بنظام الزوجي اللي كيشارك فيها 40 مشارك كاين 16 بينهم من الجمعيه ديالنا اللي هي جمعيه الدين جيش للصيد الرياضي وكاين 5 ديال هذني بينهم ديال الجمعيه ديال ابن باطوط كيف ما كتشوف حنا في بلايه دواد الارصه اللي هي اخر نقطه في العمله ديال الفحص انجرا يعني من موراها كندخلوا في العمله ديال البيضه في البيضه هذا الشاطئ اللي كيمتاز يعني بالاسماك اللي موجوده فيه كيمتاز بها الرمال ديالو كيمتاز بهذا الجو النقي كنتمنى من الله عز وجل انها تكون مسابقه ناجحه وتدوز في احسن الظروف كما اننا كنشكروا الاخ حاتم العمراني والمؤسسه ديالو الشركه ديالو كاب الديزاين على الدعم ديالو الدعم 100% لهذ المسابقه ولا للصيد الرياضي حتى هو كان عنده واحد الفضل كبير في التنظيم في المسابقات الوطنيه والمحليه والدوليه وف
في الاخير بغيت نشكر السلطات ديال عملت الفحص اجرى والسلطات ديال الثلاثه ديال الاغرام في الشخص السيد القائد والجماعه ديال هنا ديال الثلاثه حتى هي اللي عاونتنا وزودنا الكهرباء. اضافه لهذا الشيء البارح قبل من المسابقه كانت عندنا واحد الحمله نبيئيه نظفنا هذا المحيط هذا من بعد ما تقاضى الصيف يعني كنبقاو على المخلفات والحمد لله جمعنا داك الشيء اللي قدرنا عليه بالتعاون مع الاعوان ديال هذا الجمع. شحال قلتي ديال المشاركين كاينين اليوم؟ المشاركين في المجموع كاين 40 مشارك. فوقاش بدات المسابقه وفوقاش غتسالي؟ المسابقه بدات في 11:30 وغتسالي مع 4:30 ان شاء الله الرحمن الرحيم. وفي الاخر غادي يكون التكريم ديال الرياص ديال هذه المنطقه الرياص ديال فليك مهنيا اللي هما تقاعدوا غادي يكونوا 6 ديال الناس من المنطقه وغادي يكون واحد الرئيس من المنطقه ديال غمار غادي يتم التكريم ديالهم على قدر المستطاع ديال الجمعيه وديال الشركه كاب ديزاين. بالتوفيق ان شاء الله وفقكم الله. شكرا. بدا يكبر هادشي على السالموني ديال الداخل فين فين بلاد بدا يكبر هادشي زين 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 ضيوف الشرف تبارك الله على فضلك محمد الطيبات وعمي الحاج كاين السي ادريس خصو مع الطبيله هنايا وزويدنا صافي زويدنا هنايا بالخير موجود العنيبات بالصحه والراحه الله يعطيك بسم الله وحنا فرحانين ودي السي ادريس الله يلحق انا نهضر معك فرونسي نصهم اسوسياسيون تنجيس موا الشيخ غامي الحاج العرفاوي لي ميور اي لي بروميي شامبيونا دو سو سبور الوغ مسيو الحاج تي مونج بيان وي سي مسيو ازارو اي بيش اوسي بيان وي الوغ فوالا جو برونونس بيان لي ميور بيشور شكون هذا اللي جابنا لهذا البحر انتوما اللي ممتعين جابكم الرئيس حاتم سيدي حاتم لا يغطي علينا سيدي حاتم كاب ديزاين لا يغطي علينا بزاف ما حضرتيش هاد الدجاج البلدي واقعي لا والو ما عنديش معاه صح عورتي ماشي الفيس راه البارح جات الدجاج الحاج ذبحوه من الزرب ومشيتو تاكلوه ديريكت بصح ذبحوا الحاج
المهم كليناه الله يتاقب ما كيزالوش الذبيحه كليناه الله يتاقب تقليد على على ما عندنا ما نعملوا هذا الشيء ما عرفتش انا واش ذبح ولا جيف ولا ما عرفت عليه بجيبه شفول شي حوته ودي عمي الحاج كيجبد الربيع ها هو فينا هو الحاج بحربيع انا قال بحرب حتى العالمين قال بحر قال بحرب هو الحمله هنا درناها البارح هو عاد تيديرها اليوم تيديرها اليوم لا لا قال بحر من الربيع ما فيها والله الا 8 بالله كمل الحجر هذا مرتينا دابا كندوزو عند كاب دي زين الخسارة والله العظيم بدا عند حاتم يخلص الخسارة عندنا واحد بالوضوية هذيك زين دابا حنا اللي ميو حنايا شوف هذيك واحدة بعد ما والله العظيم هذه كتقطع وهذه ما كتقطع ما عندكم الزهر بالحق واخا شي واخا يكون عندكم الزهر ويعطيكم بلاصه مزيانه والله الا الجلسه هي الجلسه الشامبيون في الجلسه ما كاينش اللي دانا في الجلسه غتزيدوا شي حاجه ما غتزيدوا العقيلي كي ها العقيلي كي كيعمل بحالنا ها شو العقيلي شوف تا هو غادي الشامبيون في الجلسه شوف وكيكس الشامبيون في الجلسه وكيكس ها كل واحد شنو عام يا كاين الحجمه كاين كاين شويه كل واحد شنو عام حنا الحاج غنضرب واحد القرش دابا نديو غتجبد انا والعالم شوف كيطلع كانوا جايين كيردوا هذاك وحده خطفتها له القطه جبنا له بلومو دات له تاب بلومو دات له حوته القطه بدا تيهضر تيهضر مع الترغين لا حسبوها لي حسبوها لي راه فيها 17 يا حسبوها لي يا انا قال لي هاهي عند هي عند دريس ازارو مصوره وانا كنت صورتها في الاول ولكن فينا هو العباط 17 سنتيم ما نعرف امسح امسح با دريس امسح خليه في الخلا هو الدكتور جي هذا قلت لي ما شوف ما ناجحينش ما ناجحينش بلا ما تحسبوا تبقى بلا حوت صافي هاك غاش تجي لنا صافي صحة والراحة سيد مال يا قدرين طاق مقصر مع راسك اه هادي ينزل بركة 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 حاضر عيبي غنبوني غير بسيعة شو اللي كاين هنا في هذا السيكتور كامل شوف كنصور اللي كي دفنوا ديك السيد تفرقوا باقي باقي ولكن دابا شي عطيوله شي طب الله يرحم والديك عطيوله عرفتي شي وحدني شي وحدني شي وحدني اللي حرق لي هرس الميزان هنخبط له راسه هذاك لا تقدر تشد مع هذا الميزان مرة قلنا لك هذه هرطوطية لا حيدا ولا بس لي ما هرجوش طبال اشطيبات واخا عندي قريبة اشطيبات بس حق تجي جنة برا انا قلب العويلة لا انتحروا انتحروا اشطيبات
اه بصح قصيتي جوج دجاجات الحاج بره لا انت حرو ناقص انا كنعرفو انا قتلتي انت حرو انت حرو اللي قتل هو حمزه الله 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 ما كان قالوا له الصباع ديالك في الحق ديال انا يا سواد كيدبي حمزه جبد له باش طلع له الكشف لا الحاج مدور كنشوف هكذا ودوز عليه هذا هو قال لك مات ملي قتلتي ديك الصباع زينه قال لك البارح كلينا الدجاج اه والله كلينا كلينا الدجاج ها واش طيبات حاضر شاد معنا مقتول مقتول والله جا التقليد على عنقك ما قلتي لناش هو عاد قال لي دابا هذا لا تعطيت واحد العرفه ويجي عندنا هو الكبير فينا عطيتو جمجيه في بره اسمع اسمع ديال الحاج حزار اسمع لك شصا خذ الحق ديالك لا اكبرهم سنا نعاود جمجاجي هاو في الاخر قتلو بالحق لا والمهم واش عنده جوج بيبان باب اللي كتدخلك على الصالون باب الكوزينه من الجاردة تعشينا تبارك الله شي دجاج كاين دجاج بلا ما نقول لك طياب جابنين يا جاج بسطيله شي مسائل شي عملت انا قلت عند الحجان كوزينه قلت عند المراه كتوحد الحاجة مسكينة سمعت مرة كتوحم نص بسطيلة واربع دجاجات بشلاطة وعمرت وقلت لها بلاتي الحاجة قالت لي لا خرج قلت لها نخرج من الكوزينة الكوزينة مطونوبة سلتي حتى واحد ما عرف سلتي عندك شي انا بغا لي بقى انا جاش تبع اخي ما قلت الله يخليه من الخلاوة بس ما قلت صحيح انا برافو وداك الشر غدا هنا القد ماشي حنت راه شحال واحد قول كان بنادم حول صافي تاد جيت والله ام الصلاح الله ضيعنا فيه ولا كان رزقو هذاك سلمت له
الله يعطيك الصحة يا محمد. الله يحفظك سي إدريس. تبارك الله على الشباب. الله يحفظك. الله كتعاون ماشي بركه كاين شي بركه الله يرحمك شي بركه المهم خرجنا واحد 50% من ديك الحوت اللي عايب. I'm sorry.
هذا من كاسكير اكبر لا تجيك وحده كيفاش Thank you.
سجلتيها في سجل عندك في شنو هذه تيليشارجيها عندك في سي دو عطينا بطار سجل عندك السلام عليكم الاخوان الجديد. اولا تحيه خاصه للجامع بعدان وتحيه للجهه المنظمه اللي هي جمعيه تنجيس للصيد الرياضي. شكرا على المشاركه ديالكم في النسخه الاولى بطوله المحليه الجوله الاولى بطوله المحليه للصيد الرياضي الشاطئي بنظام الزوجي كبار. وكان هذا النشاط افتتحنا به المناسبه وانطلاق الموسم ديال الصيد الرياضي الشاطئي. كنجددوا التعازي ديالنا ابناء المنطقه وفاه احد الرياس ديال المنطقه. وهذا هذه المناسبه غادي نتفادوا بعض الناس اللي راهم اذا غادي كاين واحد المجموعه ديال الاخوان غادي تكرموا ولكن هما حاليا في الداف ان شاء الله غادي يلتحقوا بنا. ولهذا غادي نقول لكم صفقوا على الجامع وعلى المشاركه ديالكم الصلاحيه. تحيه خاصه للمجموعه ديال الطقطقه الجبليه. تحيه خاصه الاخوان كيف جرت العاده دائما دابا حنا كنبقاو ملي كيجي عندنا شي حد كنفرحوا به دائما. ولكن اليوم هو اليوم ضيف ولكن ما يبقاوش ضيوف. المقصود هما جمعيه ابن بطوطه للصيد الرياضي. تفضل معايا السي عبد السلام تا هو اللي غتكرم هاد الوافدون الجدد على المنظومه. السي عبد السلام الشعباب وتحيه للحضور ديالك. هذا من رجالات الاعلام ورجالات الحقوقيه وحمايه البيئه ولكن ارتباط وثيق هو مرجع بالنسبه لكل ما يتعلق بالبحر والبحار سواء من الناحيه ديال البيئه والصيد. سيدي عبد السلام غادي نشبوا هاد الاسماء هادو غادي نعيطوا على السي محمد عدو تحت التصفيقات ديالكم. تفضل مع السي محمد عدو. وغادي نتوا على الشباب من هاد الشاب هذا لان باش نشجعك. تفضل اوليدي. خليك سمح خليك وليدي تما ونعيط على السي مصطفى الجزائري. وعليكم السلام. كثير غادي يقول اش قلتي لذاك الشاب. فرحتي انني نقدم لك هذه الشهاده وهي بدايه للمنطلق ان تكون مرتبطا اكثر بالبيئه البحريه بحمايه الوسط البحري في هذه المنطقه العزيزه علينا جميعا. الناس كتشهد علينا انك حامي ديال البيئه البحريه. ان شاء الله قليل ان شاء الله كافيه.
محمد تغريني واحد اللحظه. اذا غادي تفضل السي مصطفى الجزائري. إذن النادي كذلك دائما ما زال جمعية ابن بطوطة للصيد الرياضي. السي عبد العزيز من أعط الله، تفضل معنا السي عبد العزيز. قلنا نمشيو للقصة ديالك مع القط. القط زرب علينا. المهم بهذه المناسبة كنشكروا جمعية تنجيس على تنظيم المحفل ديالها والسيرة ديالنا في هذه المسابقة هذه، ونتمناو لهم مزيد من العطاء والاستمرارية إن شاء الله. إذا سي جهاد بن مسعود، تفضل معنا سي جهاد. الاخوان كنشوفوا قيل هاد ليكيب هادي تعقدكم المسابقات المقبله، لان الصلاه على النبي عليهم اعطاهم الله القبول، ولكن عندهم التجربه وعندهم الخلف، وغيكون حتى انتم غيكون عندكم الخلف ان شاء الله. سي عمر العلام، هذا سي فهد العالمين. حسن عميد الفايق. هذاك هو مرقاله، هذاك حنا ندعيوه بزاف زعما هو مسلط عليه في الحضن، ما كاين مشكل، مسلط عليه حتى في اسمه ان شاء الله احسن واجب مع الفضل. الاخوة دائما باش نمشيو واحد الوتيره الله يرحم الوالدين، لان المصورين كيقول لك قبل ما يطلع الليل باش تكون الصوره اكثر وضوحا. اولا لازم اننا نشكر جمعيه تنجيس للصيد الرياضي، كذلك نشكر
صحتي ما العمراني شخصو كاك شخصيتي شخصيته وعاد كنمسؤول على كان دايزان اللي قام بواحد المجهود كبير دايزان مالي من عاد بغيتي نقولو ديزاين باش نقولو ديك الخطا لا وحنا قلت له بقى تاي دابا غادي كذلك شكر الجماعه ديال ثلاثه التغام والاخوان المسؤولين والسلطه ديال المنطقه ولكن ملي جينا واحد الشاب يونيفورم ديالو رسميا كيمشي ويجي واش خصكم شي حاجه تهنا ماتريال تهنا السي حمزه ضافي تفضل معنا تحت الصفه ديالنا حتى من الجميع وباسم الاخوان ديال الصيد وغادي تقدم السي حاتم اللي غادي يسلم له هذه الشهاده شوف اللي تشوف الصياده أنا عملنا ما كملوا صافي ولكن إذا شهادك ها هو نضع ستيبة الله يحلوه تحية رياضية للسلطة وطلونا عاش الملك الأخوان غادي نمشيو واحد الوتيرة سي سمير القدميري تقدم معنا جمعية بيجي هما اللي بقاو لنا على سي سمير ربينهم ديالك عطاك واحد الملاحظة الإخوة على سي سمير إذا كان شي واحد كيقول له الصيد كيعلم الهدوء نموذج لا كاين صافي سي محمد الله المنصوري علي طلالة سليمان قدم سليمان الاخوان اذا الشوني ارتبكت غير عادتي واحد المخلوق صديق ديال الطفولة غنسلم عليه وقيلة تقريبا شي 40 سنة ما تلاقينا انا وياه سي احمد الطيب هذا سي احمد الطيب فارماسيا ديال الليل اللي ما يعرفوه سي محمد شطيبات اسماعيل فروح طيحي 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 علي فروح سي عبد الرحمن شاعر سي عبد الحق فيلالي اللي بردها بعومه سافر شو توحشنا سي عبد الحق ما كاينش معاه الحق سي محمد علون سي علون الجمعية والعصبة والجامعة احتاج ان كاتكور ديال السي محمد سي عبد الله ليشو سي عبد الله صحيح سي عبد الله سي سعيد اخر خلاص سي سعيد احسن من شباب أسامة العمراني سي محمد العمراني سي محمد كركافي ما
اخي محمد. سي محمد العربي الواد. ديري اخواكم عندو عيد ميلاد اليوم. سميلة الأمسين أمسين نجيم المحمدي صفق على زنادي العراقي سكريم العود أشرف عبد الدين أشرف يا نوب عن راشد حبيبي خالد سليم خالد الحق الكامل خالد الكامل أنا غادي نعيطوا عليه ولكن غتوقفوا الله يرحمه هذيك غتصفوا على سي عبد الرحمن حجاج تفضل معايا حجاج سي عبد الرحمن مرحبا واحد من الناس اللي غادي تكون تفضل اجا صحتي مات سي محمد ولكن شوف لا بد بصمة السي عثمان العقيلي جا واحد ما والله صفق شي واحد على العقيلي صحتين اسم الاخوان دا طوع اليوم نقول لك اولا شكرا على التضحيه شكرا على الضيافه سمعتي لنا شويه على البساله ديالنا الله يجازيكم بخير الله يعطيكم الصحه
والحمد لله استمتعنا هذه اليومين معكم، ونتمنى لك دائما التوفيق سيدي محمد، وصفقوا لنا على السيد عمر. السي حاتم كيستحق اكثر من كتفك. السي حاتم عطى واحد الشيء الكثير للصيد الرياضي ماشي اليوم عاد، منذ البدايات في الجمعيه ديال اميغوس، في الجمعيه ديالنا يعني في الجمعيات كامل كيتعاون، وهو من الناس اللي بداو التنظيم يعني الحق ديالو للصيد الرياضي، فلهذا كيستحق التكريم. عملنا واحد الالتفاته بسيطه. نوض سيدي عبد السلام، اجي عندي سيدي عبد السلام الله يحفظك. انت تشوف ديك تما تشوف. لا 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 تفضل سيدي عبد السلام، واعطيو الجمهور هو الاولاني بعدا، واعطيو الراي ديالهم من خلال التصفيق ديالهم. اذا صفقوا بحراره فغادي تكون عجبهم بوتي. يلا سي محمد، سيدي عبد السلام بالنسبة نيابة عليكم جميعا، وخا ما عطيتكمش التفويض، غادي نقول قبلة حارة من البحر إلى البر، وعادي لكم الصورة. المهم يا اخوانا غنتعاونوا على اخر مجهودي شي شي فاين غيديروا علاش ديما حاتم اجي اخي قنقصو يعاود الصويره اجي محمد محمد هيدا اسمع صفقة للعفاوي عندنا عاد سي العرفاوي رئيس مسكين ما كيعرفش يعوم، وغرقوا ونتاهم الله سبحانه وتعالى، وهذا الانسان اللي ما كيعرفش يعوم هذا هو العرفاوي. اما الى الرئيسة هادي اخوان سي عبد السلام، خلي معنا سي عبد السلام، خلي تفضل مع سي محمد رئيس جمعية التنجيس، تفضل معنا منا بكثير. Thank you.
ثلاثة وغادي يسلمها السيد عبد السلام الشعباوي. السي فريد التسمية ديما داخلة في البوديو. السي فريد العالمي شوف هاديك الشلط عندكم جملة في السياسة الشلط صحقة النصرة السي شتيمة معاك أخاي مع العمدة كامل الصراح مؤقت امشي السي فريد العالمي الثالثة تفضل مع السيد عبد السلام قطة دات له الحوت من الحوت باقي جهاد بن مسعود لا تسوني احنا بدينا بالاول جهاد برافو برافو دكتور مو مشرف فينا صاحبي تفضل صاحبي بس يدريش عملوا تصور عيوش المنظومة يا شعب مصغر جميع الطبقات ديال المجتمع خطوهم كاين الحمد لله سي جهاد الدكتور ديال تصفية الكلي الله يعاون والله يسخر والله يوفقك في الحياة المهنية ان شاء الله يوفقك في الصيد الرياضي على حساب الاخوة ما يمشي دائما وتناوب وسهل ولكن هذا المشهد السي عبد السلام زين الاب والابن بيهم في الرتبة الثانية الأب سي عدول سي نزه والإبن ديالو سي محمد عدول واللي غادي يقدم لهم الشهادتين هو محمد الفريني واعرنا تبطوطة يا داو كل شيء يا اخي مره اخرى ما نعطش اليوم لا 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 اخر مره الرئيس اخر مره الرئيس الشريف الله يا ودي منين خرج من البرطوطه منين افيك لا فامي افيك لي لي زامي اي هذا انا وكيله من الوصيحه لا 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 سي عدول شحال في العمر ديالك 15 والله العظيم ملي كتشوف المشهد بحال هيدا كتفرح لماذا لان نموذج ورسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص تربيه الابناء قال لك ادبوهم لسبعين ولاعبوهم لسبعين وصاحبهم لسبعين سبعه في ثلاثه شحال 21 تكون راجل ان شاء الله تشوف عشان ها اللي عندها 21 شطيبه تفشك شطيبه معنا شطيبه حيدر درجه 20 سي محمد واش واحد صحه لا همشوا على صحتي ما هو معنا وانا كنت اما شي خلل في المنظومه ولا شي خلل في الحسابات ولا عوضوا قواعد ديال الحسابات انا ديما جبا مصعب العمراني العمراني هما ثلاثة ديال العمرانيين معادلة هذو العائلة عندهم شي واحد في كوزينة سير معادلة نعس فكري عاطحة شي براز يوقونا قالوا
اخي عبد الله شاكي خلونا تعشى ما بغاش خلونا نعملوا مونتاجات حمار وما عاملين الزوره ولا الذين دعوه بهم الله قال لي عمل حمار كي شوف بروق كبرنا غير الحمير بحالنا يا زيدة شوف الزورة على البلادي الله ما باقي نسخ لي قال علي مكتوطة علي السجو الحاج العلافي الصورة بوحدو عدرت مع السي عسلام مع السي محمد انتم اللي توصلوا السي العقيل عمل عقلك ما بغاش يا باش نزيد هذا صاحبي العقيل باش عقلك ما رحنا نجري وداو النادو سيدي عسلام لا حول ولا قوه سي محمد تغيني وطوطك يا ولاد العظيم بالله قيل لا حول ولا قوه الا بالله الجمعيه عندها جزيه ما شربتها تاع العظيم عندهم غد عندهم غد جبنوا بولاد داو بطوله هذا برافو 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 فين هذيك عمل مونتاجات حمر عمل ما عامل لي لي تشينين ولا هذا اخو شايف التلوزه ما راري كاينه فيرا هذاك الطل وين سولد الملالي اش اش الطل الصفقه واحده مشى من الكوارت هذاك مشى الله 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 الصفقه يا شباب هذيك السفاري وخليك معنا باش نديرو مع الاخوان عندنا سيفاري دابا انت أجل سيد أحمد إحنا جينا لعندكم اليوم فرحاني أننا غادي نلقاوكم وهذه مناسبة أننا نعمل لكم واحد التفاتة ونتعلموا الناس لأن دابا هذيك الحاكم كان يتكلم حتى هو كان يشير لك يا والله صحتي وهذه واحد المناسبة غادي يعطيوك واحد التذكار واحد الشهادة جيتي ولا باقي والله يسخر في شي حاجة ولا في شي عمرة إن شاء الله ادعيوا معنا الإخوان آمين آمين الإخوان أنت ماشي نبقى نعاودوا هذه المسائل اللي تدخل قراتنا تدخل في البحر أنا باش نقول لك كذوب لا حشومة أنا دخلت للبحر صرت نتجمع وجيت للبحر ما كان عرف القداس ما كان عرف حتى شي حاجة قلت له لا موري مزي علمت خيط جيت راسي انا المعلم شبيك الله عليك ندير لك الشبكه انا ما حبيت ما تسوق حتى حوت انا تسوق حتى حوت لا بغيت تعدل الشبكه واحد خلاص خاصني نحصلو لا ما خليش الله يطول في العمر والله يحفظك الله يعطيك شي حاجه ان شاء الله الحمد لله مهنه شريفه وولادك غيكونوا فرحانين بك الحمد لله هذا الشوش هذا الشوش هذا الشوش هذا الشوش هذا الشوش هذا
الصباح نقوموا ما كاين فطور ما كاين والو الكيف على الريق انا نشيط الكيف على الريق هذا المقطع من الدنيا وانا عايش بيه وعلى السوقه عاد نهار هذا الموضوع اي ما يمشي يضرب في الموتور وفي الدنيا عند الحج مصطفى شنا رحمه الله عليه الله يرحمه أسيد أحمد السيد دابا السيد ديالكم السيد عبد السلام متفق معي خصنا شي واحد حذر السيد عبد السلام يطوروا بيت العمر ويحفظوا ويعمل مذكرات ديال الصيادة البحرية ويجي يجمع شي 100 عبد حالك هاد النماذج والسيد الشيخ خصو يتقرا ويتعلمو دابا خصنا الناس ديال البحر تخرج دابا كاع ما شي واحد طاح في البحر وقام مشى هادو ما عمرهم دخلوا هادو بالتالي الشيخ فرجوا لي نفسي لا شوف العفوي العفوي ما كيعومش فك الناس على حسب شهادة السي عبد السلام وواحد الهدية الحسن الحجاج إياه واحد الهدية ديال الإخوان هو هذه السي حاتم غادي يسلمو منك واحد القريب إن شاء الله واحد القديمة ديال ما تعمل في وقتك إن شاء الله هذه من وقت تعمل الله يحفظك 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 تبارك الله على الغايز ديالنا انا كبير سيدي تفضل السيد بارك الله دعي معنا سي علي دعي معنا دعي معنا دعي معنا دعي معنا الدعوه ديالكم اضرب على المعلم اضرب عليه اضرب سيكون صوتكم ما إن شاء الله السي محمد الماغي
انت ليش كدير هنا؟ هي خاصه سيدي محمد سيد بخير لاباس الله يطول في العمر ويرزق دائما الصحه والعافيه. تفضل معايا السيد كيداير؟ واحد الهديه واحد سكه واحد الخير بخير تفضل معنا السي امين الشلاف. هاشم مرحبا. الله يطول في العمر والله يرزق الصحة الله يبارك. تفضل. اجا السي حميد تفضل معنا. كل واحد تيتكلم في مناسبة. كاين الميكروفون ماشي هنا. تبارك الله على شي جبالة. هايداك هايداك. المعلم اعطينا شي عيطة غير الغيطة. شي عيطة غير الغيطة. هاي.
فجأة تسمعها لأول مرة. هذا الرئيس حميدو التريغي. هذه القصة كلها خدم فيها أكثر من 30 سنة. هذا القتال ديال البغال، قتال ديال الميرو، قتال ديال الصامة، قتال ديال الكارة، قتال ديال التون. هذا الرجل اللي التونة هنا قريبة عليكم طلعها وما قدرش عليها، ولما ضربها بالكلوكي هبطات وغرقاته. حطتني الى البحر. هذا الرجل هذا اللي بحري بلدي، عنده تبارك الله اعطاه ربي 15 اولاد، واحد توفى و14 مازالين على قيد الحياه. بالليل كيبات في البحر، بالنهار في البحر، وفي الليل في المناسبات في حال هذه امثال هذا الرجل القلال. ولما ساق الخبر على انه كاين هذه المناسبه غادي تكون، قال غادي نجي ويشرفني مع الفريق ديالي نحيي معكم هذا اليوم اللي حتى واحد ما ضمن راسو الغدا مع ان الاعمار بيد الله. يشرفني باسمكم جميعا نقدم له هذا التذكار باسم هذه المنطقه وباسم بحر هذه المنطقه. شوف الاخوان ساكنه هذه المنطقه ولا سمعت الشباب غادي يقولوا هذا السيد هذا باش جاب هذه المعلومات. دونك الى دواتوها في العقل ياك قلتوا هذا السيد هذا من جاب هذا واحد من رجالات البحر، ماشي في على الصعيد الوطني ولكن كيبقى الشمال كامل عنده، الشواطئ عنده معروفه حاجه بحاجه، مصياد مصياد، الله يطول له في العمر. ومازال كيعمل واحد البرنامج حول البحر واهله، كتدخل الانترنت وغادي تشوف، وكيعمل حوارات في الاذاعه، وما يمكنش ان شي حاجه تكون كتهم في البحر. وهذا حارب بزاف ديال الاشياء، وهذا اليوم هو اللي كيدافع على البيئه البحريه، هو اللي كيدافع على الصياده، وهو اللي كيعمل في النقابه، هو اللي دافع على البحريه. كان تعاون معاه بسك الله يطول له في العمر الحمد لله. هادشي اللي خلت لك في المنامه. سلام معلم. اذا السي عياش الصبيحي غادي ينوب على السي محمد الشاعر، تفضل معنا. We'll be right back.
السي مخناش يتقدم معنا غادي ينوب على الرئيس محمد الحساني الرئيس. تفضل معنا السي حاتم. مرحبا عليكم السلام. الاخوان كامل الله يرحم والديكم اذا شرفتوا هنا وشرفتوا هذا الرئيس اجيو نعملوا واحد الصوره جماعيه. زيد 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 سي حاتم تبارك الله عليك. سي حاتم واحد تاع الفاس سي حاتم تبارك الله عليك وشكرا بزاف على هذه الاستضافه. وكنتمنى ان شاء الله من سي حاتم عندنا شي تكرموا كاملين تكون عندهم شي عمره العام اللي ماجي ان شاء الله من طرف سي حاتم. كان نوبي عليها.